ديجو أرماندو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية بيتوقع تأهل منتخب مصر لكأس العالم، وبيقول الراجل في تغريدة له أولا بيهني منتخب مصر على عروضه ونتائجه الفترة اللي فاتت، وبيرى أنه منتخب مصر الأقرب في أفريقيا من هذه المجموعة للتأهل. ده رأي مارادونا، لكن رأي حسن مواندا لاعب منتخب أوغندا والمحترف في طلائع الجيش عن فرص منتخب بلاده مقارنة بفرص منتخب مصر 7 و8 أكتوبر نشوفه في دي ام سي. التعليمات الفنية اللي كنتوا واخدينها علشان تمنعوا وصول الكرة لمحمد صلاح وبالتالي تقتلوا خطورة منتخب مصر؟ دائما محمد صلاح يتميز بالسرعة وبالذكاء في الملعب. بالنسبة لنا نحن لا ننظر لمحمد صلاح فقط، ولكن ننظر ونركز على لاعب الوسط الحجازي عبد الله سعيد، لاعب خط الوسط الاهلي عبد الله سعيد. المدرب قال لنا بان عبد الله سعيد هو الذي يمرر الكرة لمحمد صلاح، بالتالي كنا نركز عليه. التمريرات القاتلة أو التمريرات الجيدة الأمامية التي يمررها عبد الله السعيد لمحمد صلاح حتى في أوغندا كان تهديدا كبيرا، وبالتالي كنا نركز ليس على محمد صلاح ولكن على خط الوسط عبد الله السعيد يمرر له الكرة عبد الله السعيد. نعم، ومحمد صلاح عرف بأننا إذا حصرنا ومنعناه من الركوب بالكرة وأن يحصل على الكرة فذلك يقلص من خطورة المنتخب المصري، وهذا ما فعلناه في أوغندا. حافظنا على عدم تقدم محمد صلاح، ولكن المشكلة الأساسية كانت عبد الله السعيد في خط الوسط. حسن مواندا، حسن مواندا بيتكلم من ضمن كلامه ان هو كان مكلفا بالقضاء على خطوره عبد الله السعيد، كانوا معنيين ان لو قضينا على خطوره عبد الله السعيد من ثم سيقضى على خطوره خط الهجوم بما فيها محمد صلاح. وكلف حسن مواندا بهذا بهذه المهمه. وانا هنا بيحضرني يعني رابطه، لو لم يكن مباراة طلائع الجيش الأولى مع الأهلي كان حيأتي بحسن مواندا، لأن كابتن أحمد سامي قال، وده ذكاء، أنا مش بنتقد القرار، قال أنا جبت محمد حسن مواندا من الماتشات لما شفته وهو مكلف برقابة عبد الله السعيد، وأنا عندي الأهلي أول ماتش فجاي يكرر نفس المهمة بنفس المسؤوليات، واستطاع ان هو يسبب مضايقات لعبد الله السعيد. لكن طبعا اللي ما كانش في حسبان الاهلي، بلاش حسبان كابتن احمد سامي، ان يبقى له خمس قرارات عكسيه منهم اربعه ما كانش ليه علاقه بحسن مواندا خالص، ملاش دعوه يعني. النهارده حسن مواندا خرج كبديل. يعني في بدايه الشوط الثاني استبدل، انا كنت بتفرج على الماتش لان ادهشتني النتيجه. يعني هو الشوط الثاني ابتدى بنشاط شويه من طلائع الجيش وضيع فرصه او اثنين، لكن من اول هجمه في الشوط الثاني جون حلو قوي للبوركيني بانسيه. هو طويل كده وجاب جون بالهيد. فطبعا سايبهم 3-0، عرفنا هنا انهم 4-0 المصري على طلائع الجيش. وكان اتغير حسن مواندا. هل تظل قدرات الكابتن حسن مواندا مرتبطة بالقضاء على خطورة منافس، ولا هيبقى له دور في اللعب الجماعي؟ بس هو حسن مواندا جدا يعني. يعني أرجو الله يوفق بقى. سموحة متقدم 1-0 دلوقتي على وادي دجلة. ده ماتشات ديربي بينهم الاثنين دول، حاجة غريبة. هم والمقاصة الثلاثي ده مع بعضه. مقاس قريب. حسن مواندا مش عايزه، أنا عايزه يوفق مع طلائع الجيش مؤكد، لكن مش عايزه يوفق مع الكونغو مؤكد جدا. مع اوغندا مع اوغندا اسف ضد غانا، مش عايزه يبقى موفق ابدا ضد غانا ضدنا لحد ما نتاهل وبعدين نتمنى له التوفيق. طيب جون انطوي بقى لاعب الاهلي اللي راح المقصه دلوقتي تم استدعائه لمنتخب غانا. كويس، شيء جميل. انطوي لعيب كويس، بس هو
يعني نرجع تاني لاسلوب لعب الاهلي، هل كان يناسب ولا ما كانش يناسب؟ بس دي نقطه مهمه. ممكن انت لما تبقى النجم الاوحد او نجم الهجوم الذي يعني يعتمد عليك، وانت اجدت ام لم تجد، تجد عندك مساحات، الاهلي ما فيش حد بيديله المساحات دي. فاعتقد انه ربنا وفقه، المهام مختلفه والطريقه مختلفه والاهداف مختلفه. لعيب كويس، انا في رايي لعيب كويس. طيب، من الانتقادات الكتيره اللي بتوجه للدوري المصري مساله المنشطات، وكل ما حد يشوف فرقه فايقه بدنيا شويه يبدا الكلام بالتلسين، لا ده فيها ان، خاصه انه كان بعض المدربين اتكلموا بصوت عالي شويه انه ده دوري الترامادول فيه للركب. فعلا اتقالت كده، انه كميه تعاطي المنشطات في الدوري المصري قيل انها كتيره، وقيل ان معظمها الترامادول. فضلنا نتكلم كتير قوي ونحلم بلحظه تملك فيها مصر معمل لتحليل المنشطات، على الاقل بالاضافه الى عمليه توفير التكاليف الكتيره اللي بتتحملها مصر نتيجه ارسال عينات للتحليل في الخارج، لكن وجود معمل في حد ذاته اعتقد اسلوب ردع كافي لاي لاعب او اي رياضي ممكن يتهور شويه ويتعاطى منشطات، لانه هيبقى عارف انه في اي لحظه المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ممكن تطب عليه وتحلل فجأة. وجود معمل في مصر يسهل مهمة التحليل ويسهل مهمة المكافحة يا باشمهندس. خطوة انتظرناها كتير جدا. أنا الأوان لأن ينضبط الدوري وكل واحد ياخد حقه، لأن مفيش يعني خروج عن الروح الرياضية غير أنك أنت تستعين بوسائل عشان تتفوق على المنافس بتاعك، وسائل غير مشروعة. هو نوع من الغش الواضح الذي يضرك قبل أن يضر المنافس. صحيح. من الأخبار المهمة جدا اللي أسعدت الناس ومثلت بشرة خير بجد، أنه المعمل المصري لمكافحة المنشطات استقبل بالفعل عينات دم من الخارج عشان يبدأ في تحليلها. هل دي فعلا خطوة تنبئ بانه خلاص بدانا ندخل مجال او حيز التحليل المباشر للكشف عن المنشطات؟ بدا تفعيل المعمل المصري، هيمشي ازاي في الخطوه اللي جايه؟ هل كافي وكفيل بتطهير الكره المصريه على وجه الخصوص من الترامادول وكل البلاوي اللي في الدوري المصري ولا لا؟ دعونا نرحب بالدكتور اسامه غنيم، المدير التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. دكتور أسامة أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين لقناة الأهلي. تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. أنا برحب بحضرتك وبشكر حضرتك وبشكر المهندس عادل القيعي، والحقيقة يعني طبعا أنا مش أول مرة أكون ضيف على قناة الأهلي، وأنا بيشرفني إن أنا أكون ضيف لقناة الأهلي.